لما وقفت قدام سور القاهرة القديمة حسيت إني دخلت جوا فيلم بيحكي عن مملكة اختفت من آلاف السنين. ساعتها قررت إني أدخل بنفسي واكتشف المملكة. ياما في أماكن وراها حكايات بنعدي عليها كل يوم من غير ما نعرف عنها أي حاجة، زي المكان ده كده، مملكة موجودة في وسط القاهرة متحوطة بسور كأنه بيحضنها، ومحدش يقدر يدخل المملكة دي إلا من بوابتها. بحاول أتخيل الناس هنا كانت عايشة إزاي، بيصحوا إمتى، بيروحوا فين، عايشين إزاي. عرفت يومها إن الحياة في المملكة كانت منظمة جداً، زي الساعة كده، أو لأ زي فريق الموسيقى اللي بيعزف مقطوعة موسيقية جميلة، كل واحد عارف بيعمل إيه وإمتى. مثلاً بوابات المملكة كانت كلها بتتقفل مع غروب الشمس، وكان ممنوع أي حد يدخل أو يخرج بعد الوقت ده. ده اللي كان بيخلي الفلاحين لو اتأخروا في جمع المحصول يضطروا يستنوا تاني يوم لما البوابات تفتح، إلا تجار الكوسة، لأن الكوسة كانت بتبوظ بسرعة، فكان من حقهم يدخلوا في أي وقت. ومن ساعتها والمصريين بيقولوا على أي حاجة بتعدي من تحت لتحت كوسة. الشارع الضيق محرمش أهل المكان من الراحة والاتساع اللي كانوا بيلاقوها في أماكن تانية جوا المملكة، زي جامع الحاكم بأمر الله، كأنه قصر أبيض جوه المملكة. اللي بيدخله بينتقل لمكان مش موجود على الأرض، وعرفت إن مأذنته كانوا بيقفلوها ويملوها بالبخور كل يوم لحد يوم الجمعة، تتفتح وتخرج منها ريحة البخور اللي بتملى جو المملكة طول الأسبوع. ايه الروقان ده؟ المسجد كان دايما بيبقى هو مركز المدينة، وده اللي خلاهم يعملوا المدنة عالية تقدر تشوفها من أي مكان، كأنها سبابة مرفوعة للسماء بتعلن التوحيد. وأنا ماشية في شارع المعز لفتت انتباهي حاجة، بعد كل كام خطوة كنت بلاقي سبيل معمول للناس علشان يشربوا منه مية باردة. لما تأملت في شكل السبيل وزخرفته قلت إيه اللي يخليهم يعملوه بالروعة دي وهو في الآخر مجرد كولدير؟ ولو السبيل بالشكل ده، طب بيوت أهل المملكة هيكون شكلها إيه؟ فقررت أجرب أعيش جوا بيت من بيوت أهل المملكة، فدخلت بيت السحيم. بتخيل نفسي عايشة في المكان ده، هنا مثلا بشرب القهوة الصبح، وهنا بقرا مجلة، وهنا بسمع مزيكا. كل مكان في البيت كأنه لوحة مرسومة بإيد فنان، مفيش حاجة معمولة علشان تأدي الغرض وبس. أهي المشربية دي أكيد مش زي شباك بيتنا، والطرقة دي مش مجرد ممر، المكان كله ما كانش بس معمول علشان تنام وتصحى فيه. مش بس البيوت هي اللي شفت فيها ده، كمان لقيته في آخر مكان توقعت لقيه بالروعة دي، السوق. سوق المملكة كان مركز تجاري كبير اسمه كالب بزرع، لما دخلت كالب بزرع بقيت محتارة، هو ده سوق ولا متحف؟ ساعتها فكرت إن لو السوق دلوقتي بالجمال ده لا يمكن أخرج منه لحد ما خلص آخر مليم معايا، لكن اللي عرفته إن التجار كانوا بيبيعوا بأرخص الأسعار
ولما تاجر فيهم يغش الناس كانوا بيركبوه جمل ويحطوا في ايده جرس ويمشي ينادي في شوارع المدينة: انا غشاش واديني باخد جزاي. ما ظنش ان اللي عمل المكان ده بالشكل ده كان غرضه التباهي او المنظر، اكيد كان جواه حاجة مؤمن بيها بتظهر تلقائيا في كل حاجة في حياته، شكل بيته، تفكيره، نفسيته، وحتى في تعاملاته مع الناس. سألت نفسي: يا ترى المكان هو اللي بيأثر على الإنسان؟ ولا روح الإنسان هي اللي بتتنقل للمكان حواليه؟ دي أفكار سرحت فيها لحد لما وصلت قدام مدرسة محمد بن قلاوون. مأذنة المدرسة مميزة جدا، برج كبير ضخم كأنها طايلة سما المعز. ما شفتش تقريبا حاجة أضخم من المأذنة دي إلا المسجد اللي بناه ابنه السلطان حسن، زي ما يكون الابن داخل في منافسة مع أبوه. والمسجد ده قصته غريبة جدا، موجود لوحده برسول المملكة، بناه السلطان حسن علشان يدفن فيه آخر حياته، لكن للأسف نهاية الحكاية ما كانتش زي ما كان بيحلم بيها. مات السلطان وحيد بعيد عن أهله، بالظبط زي المسجد اللي بناه بعيد عن أهل المملكة. مدخل المسجد كأنه بيحكي لك حقيقة الحياة، رحلة بتنقلك من ضيق الدنيا لساعة الآخرة. لما قرر السلطان حسن إنه يبني المسجد اللي هيخلد اسمه، سأل أعوانه عن أعلى سقف في العالم، ولما عرف إنه إيوان كسرى، قرر السلطان إنه يخلي سقف مسجده أعلى منه. إحساس مختلف إنك تصلي في مكان فيه روح. تقريبا أول مرة أحس بالروح دي في الصلاة. مش السلطان حسن بس ولا أبوه هما اللي عاش اسمهم في ذهن أهل المملكة، الجد كمان كان صاحب النصيب الأكبر، السلطان قلاوون. مجمع قلاوون من أهم الأماكن في المملكة، جواه تقريبا كل حاجة: مسجد، مدرسة، سبيل، ومستشفى. المستشفى كانت مفتوحة لعلاج أهل المملكة بالمجان، وكان بيتم فيها تأجير عازف الكمان علشان يخفف عن المرضى بسماع الموسيقى. لما فكرت في الأماكن اللي اتسمت باسم السلاطين الثلاثة، الجد والابن والحفيد، لقيت إنها كلها أماكن اتعملت علشان تخدم الناس. ده اللي خلى أهل المملكة لحد النهاردة فاكرين السلطان باللي بناه علشانهم. على الناحية التانية من الشارع مريت بأهم سلطان من سلاطين المملكة، لكن المرة دي ما كانش اسم السلطان مكتوب على جامع أو مدرسة، قبة مدفون تحتها الصالح أيوب بعد رحلة طويلة قضاها في الدفاع عن المملكة وأهلها ضد أي غزو حاول يدمر جمالها أو روحها.
عند آخر نقطة في شارع المعز وصلت الباب زويلة، الباب اللي بيقفل على المملكة من جنوبها، واللي ياما وقف حيطة صد ضد هجمات أعدائها. المملكة مش مجرد مكان جميل، لكن مكان لي روح، بتقرأ في كل ركن فيه شخصية أصحابه. أول مرة أحس إن أزمة الحياة في مكان زي القاهرة مش بس أزمة زحمة أو دوشة، أزمة مكان بمرور الوقت بيفقد كل جانب من جوانب الجمال فيه. مش معناه إن بحلم أرجع زي زمان، لكن نحلم نعيش في مكان يعبر عن أفكارنا وشخصيتنا. يوم واحد عشته هنا رجع لي حاجات كتير بتضيع مني في دوشة الحياة برا سور المملكة.